لكم كيف دايرين، لاباس عليكم، كلشي بخير، كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد في القناه، احداث جديده في القناه. اليوم قررت نصور معكم واحد لا فيديو، بما انه لقيتوني خارجه دابا عادي تجي عندي باش نخرجوا انا وسيليا. غنمشي نتقطع، عندي لي كوموند ديال الناس بزاف، وخاصه ني سلعه ما بقاتش عندي سلعه الوغ، وخاصه ني واحد الحاجه اللي ضروري كنديرها مورا كل دوش اولا فين ما كنكون خارجه. شنو نقول لكم، غنجاوب بعد على واحد السؤال بالنسبه للبنات اللي كيسولوني رشا واش دايره الريجيم. البنات راه هذيك الوصفه فحدتها هي كتسد لك الشهيه، هي كتخليك ان الماكله تقلل. انا ما دايراش الريجيم، وانما هذيك الوصفه كتحسي بالشهيه، ما عندكش ما كتاكليش، بحال الصيام المتقطع، بحال كيتو، بحال كيتو تماما. يعني انا ما كنفطرش اصلا الصباح، ديجا ما كنفطرش، كتكون ساده ليا الشهيه حيت كنشرب هذيك الوصفه، وكنشرب موراها الديتوكس ديال العصير الحامض اللي شفتو في لا فيديو اللي فاتت. ابخي كنبقى حتى تقريبا حتى الستة ونص سبعة منين تيجي عادل، وكناكل وجبه اللي كتسمى حنا كنسميوها العشاء. ابخي ما تناكل حتى شي حاجه، الوغ عندي وجبه واحده في النهار. الا كليت شي حاجه في الصباح كناكل شي حاجه هكا خفيفه وصافي، يا اما خبز وفرماج ولا شي حاجه خفيفه الا جاني الجوع، الا ما كنتش كليت مزيان في العشاء. فوالا دابا غادي ندوزو الموضوع ديالنا ديال لا فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم، بما انه بغيت نخرج وخاصني بزاف ديال الامور خصني نشريهم، ولكن خاصني نصايب واحد الحاجه، ما نقدرش نخرج بلا بها، ما نقدرش نمشي للحمام وما نديرهاش، ما نقدرش ندوش وما نديرهاش، وما نقدرش ندوز من شي بلاصه ولا نسلم على شي بنيته ولا شي متتبعه ولا شي واحد اللي نتلاقى به ويقول لي هاد البارفان شنو سميتها. من غير لي بارفان ديالي اللي كندير، كنصايب واحد لاستيس اللي هي زوينه بزاف، كتخليك ديما انيقه وديما تايقه في راسك، وديما حوايجك فيهم واحد الريحه غزيوله، وديما كتولي هي البارفان ديالك الشخصيه. يعني ماشي البارفان اللي كنرشو، ولكن ريحتك الشخصيه كتولي كتحمق سواء المتزوجات وحتى اللي ما متزوجينش. نتهلا في راسي لراسي اختي، قبل ما نتهلا في راسي لراجلي او للناس، نتهلا في راسي راسي، ونشوف راسي كيف ما بغيت، ونشوف راسي ريحه زوينه وكنرتاح نفسيا. انا بالنسبه ليا ملي كنشوف في راسي ريحه زوينه كنرتاح. راه ديجا شاركتها معكم في واحد لا فيديو قديمه وما لقاتش حقها، ما تشافتش بزاف، غنعاود نشاركها معكم في هاد لا فيديو هادي. لقيتوني دابا موجوده وخارجه باش نتقطع كيف ما قلت لكم، وخاصني نصوبها باش نمشي وانا مطمئنه، وانا مطمئنه وحاسه براسي مزيان، وكنحس بالمعنويات ديالي وبالمورال طب 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 طب. الحاجه اللي كتخليك انك تحسي بالمورال طب وماشي زيرو هي انك تكوني متانقه لراسك، تكوني مهليه في راسك لراسك، ما تسنيش انك تهلاي في راسك منين تكوني غير خارجه، تهلاي في راسك حتى وانت في الدار، تهلاي في راسك حتى وانت كتشقاي، تهلاي في راسك وحتى وانت غير غتنعسي، تهلاي في راسك في جميع الاحوال. يعني ما تخليش واحد الحاجه تكوني متقيده بها. انني كنتهلا في راسي غير ملي نكون معروضه، كنتهلا في راسي غير ملي نكون خارجه ولا ملي نكون غاده لشي بلاصه، لا، ديما اختي نكون بيان ابي وديما نتهلا في راسي. نقول لكم علاش، انا بالنسبه ليا دي فوا كنكونوا خارجين كنخرج مع شحال هادي، والله العظيم كنت كنخرج غير بيجاما، غير قبل ما نبدل النظريه بيجاما جلابه كنخرج عادي، ما كنسوقش وجهي ما كنديرش ليه حتى ليكرون، صافي كنخرج بحال هكا. كنخرج حتى كيجي شي ابيل ولا حتى عادي كيدورها في راسو تيقول لك حنا غادي لهاد الشيء ولا لهاد الشيء، ولا تيقول لي كون كنتي غير لابسه حوايجك مزيانين كون طلعنا لشي مدينه اخرى، ولا كيعيط لنا شي حد شي عراضه على غفله، ولا عطى الله عطى الله عطى الله. بزاف د الحوايج كيوقعوا مواقف بحال هكا، كتكوني خارجه ما عوالاش على شي بلاصه حتى كتلقاي راسك فيها، اولا كتكوني خارجه عواله غير تسخري وترجعي للدار حتى كتلقاي راسك في مدينه اخرى ولا في شي موقف اخر، ولا معروضه لشي بلاصه اخرى، ولا كتلاقي مع ناس كيسقوا جايين معاك الضياف للدار، ولا كتلاقي مع ناس شحال هادي ما تلاقيتش بهم، ولا ناس كيعرفوك وانت ما كتعرفيهمش، بزاف ديال الامور، وكطيحي في واحد المواقف اللي هي محرجه، كتكوني ما مرتاحاش في نفسيتك، اولا كتكوني خارجه حتى كتجيك شي عراضه من عند الزوج الكريم تيقول لك كنتي لابسه مزيان كون مشينا تعشينا في الريستو فلان فلاني، لا خويا نمشيو، غنبقى ديما لابسه مزيان ونبقى ديما متانقه وديما مقاده باش اي حاجه خرجت ليا نكون قاده وقدود وفران وقاده بحومه، واللي خرجت ليا نكون قاده بها، ما نكونش ديما لا حشمانه من راسي، لا، خصني ديما نكون بيان ابي. هاد الحلقه هادي كنشوفها في الكاميرا كيبقى فيا الحال، طيبت الخبز البارح
شوطاتني الطاوة، جيت نرمي الخبز هكا في الطاوة وشوطاتني. غندوز اختي الوصفة بركة من البلا بلا. الوغ الوصفة كالتالي، فيها ثلاثة المكونات من الاختيار ديالك، الريحة اللي بغيتي تختاريها. فيها البوربو، انا راه نفس الغرف اللي كندير فيه الوصفة ملي كتخوى كتسالي ليا كنعاود ندير فيه هذا البوربو اولا البودر الطالك ديال الدراري الصغار. ما عرفتش كل واحد شنو كيسميوه، هنا في الرباط الناس كيسميوه البوربو، حنا كنقولوا ليه البودر. كاينين الناس اللي كيعيطوا عليه الطالك. درتو هنايا خويتو هنايا من اي نوع بغيتو، من الاحسن يكون داك الطبيعي اللي ما كتكونش فيه الريحه، سيميو باش ما تكونش عندك شي حساسيه وانت ما عرفاش. الا كنتي اول مره تصايبي هذه الوصفه اولا ما عمرك درتيها للجسم ديالك، سيميو يكون هذاك اللي ما فيهش الريحه. الوغ بالنسبه للبارفان، خدي البارفان اللي كتعجبك انت، البارفان اللي كتحمق اللي كتحمقك اللي كتحمقي عليها اللي كتسطي عليها، اولا خدي الجيل ديال الفازلين اللي كنرطبوا به الجسم ديالنا حتى هو كتكون ريحته زوينه كيكون معطر. من الاخر غناخذوا بوربو اولا بودرة اولا الطلق بحال اللي قلت لكم، غادي نزيدوا عليه. انا خاصاني هذه على قبل اخر، من غير انني غنتقدى للناس غادي نجيب معايا زيت شونسون حيت ما بقاتش عندي وكنستعملها في بزاف الحوايج من غير انني كنستعملها لسيليا. غادي نزيد زيت شونسون، انا كناخذ الخضره حيت فيها ريحه كتحمق، زدت هذيك الكميه كلها اللي كانت عندي حيت كانت خاويه ما فيهاش بزاف. هنايا غادي نزيد البارفان اللي بغيت انا، غنشوف واش غنبدل رايي حيت ديما كنصايبها بإليغونس وبتروفي. دابا هاد المره بغيت نجرب بهادي نشوف، ما تعجبنيش هادي ديال الدراري الصغار ما تعجبنيش. الوغ بلا ما نغامر غنشوف، عندي هنايا تقريبا 14 نوع ديال لي بارفان، هانتوما الصينيه ديالي ديال لي بارفان، غادي نختار منهم وحده. ما عرفتش الصراحه شنو غنختار، ديجا مصايبها بتروفي وبإليغونس، بغيت نبدل واحد الشويه وغادي نقدر واقيلا نشوف هاد الدياموند هادي. شوف شوف لافيبل، غنصايبها بلافيبل. قرقرت اختي صافي، غادي نبدا نرش هنايا البارفان اللي بغيت بحال هكا. وراه الا بغيتو البنات كتزيدو فيها الكركديه الطحون اولا الموريد ديال الخديدات، باش هكا فاش كديروها للمريفقات ديالكم ولا للركيبات ولا كتخلي فيهم داك اللون غوز غزيول. صافي هنا نبدا نخلط بشي حاجه اللي تكون ما تلصقش فيها. شوف نخلط هادي، نخلط هادي، كتكال كيقول لي عادي علاش كتقولي على الحاجه اللي كتكون ريحتها زوينه كتكال، وراه كتكال بحال هكا. القوام ديالها ما يكونش سائل بزاف وما يكونش ثقيل بزاف، هو القوام. انا دابا بالنسبه ليا راه هادشي قليل حتى نتقطع عاد باش غنزيد نصاوب، ولكن اش نقول لكم كتدي ليا، كندير هاد الغريري في هذا تقريبا حتى لهنا كتدي ليا، وكننسى شي حاجه سميتها انني خاصني جيل دوش ولا الله الله على رويها. وفريمون وحق الله العظيم اي وحده في البنات ولا اي بنت تلاقيت بيها ولا متتبعه تلاقيت بيها كتسولني كتقولي عافاك البارفان اللي كديري، كنقولها راه ماشي بارفان ولكن ها شنو كندير. انا من النوع اللي ما عنديش مشكل انني نشارك مع الناس شي حاجه عرفتها، شي برودوي عرفته زوين، شي كنشاركو مع اي واحد، ما فياش هذاك السم نقول ما نشاركش مع الانسان، بالعكس اي حاجه عرفتها غتنفع البنات. حتى انا واحد الوقت كانوا فيا الحبوب في وجهي، حتى انا عانيت من حب الشباب، حتى انا عانيت من الفقر انه ما كانش عندي باش نشري لي برودوي اللي كيكونوا غاليين، حتى انا عانيت من بزاف د الحوايج. الوغ كنكون حاسه بالبنات اللي كيكونوا غير كيقراو ولا خدامين على والديهم، ما عندهمش امكانيات انهم يشريو شي حاجه اللي هي غاليه. الله على رويها، اقسم بالله على رويها، روعه 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 روعه. سيرتو قلت لكم بالنسبه للمتزوجات اختي راه
ما غتحتاجيش مازال سبراي ولا شي حاجه ديال الجسم واعر.